مدري لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كيف العاده، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مهم البنات، كما تعودتوا على دنيا، دنيا عندها المصداقيه، عندي اختي المصداقيه. حاجه كانت زوينه كنبارطاجيها معاكم، حاجه ما عجبتنيش كنقولها لكم، كنقول لكم ماشي زوينه. المهم انا هكا بديت وهكا غادي نبقى ان شاء الله. ما نقدرش انايا نكذب على الناس اللي متبعيني، نقول لهم ديك الحاجه زينه وهي ماشي زوينه. مهم غادي ندخل لكم في الموضوع البنات. كنت قلت لكم ديجا، قلت لكم راني غادي نبدل لاكوب وغادي نريقل شعري، غادي ندير له البروتين وهادي. مهم مشيت راكو ديجا بارطاجيت معكم فيديو، قطعت درت البروتين، ولكن النتيجه البنات ما عجبتنيش، النتيجه ما عجبتنيش، خدمه ما عجبتنيش، تقطع ماشي هو هذاك ما عجبنيش. المهم في الفيديو راه ما كيبانش، ولكن فاش تجي فاس راه غادي تشوفي. بالنسبه للبروتين البنات، دابا راني دايره له لي بلاك، يعني نورمالمون انا ديجا راني درت الكيراتين، درت هذيك كاتيبا. كنت كي كنغسل شعري كنلقى الشعر ديالي ليس على هكا، يعني غير بالشيشوار كنشفو هكا من بعيد كيبقى ليس. درك المشكله واخا درت البروتين، يعني كنضطر انني كنعاود لي بلاك مور ما كنشف شعري. وكما راكم تشوفوا يعني شعري بحال نقولوا بحال دايره له غير بروشينغ عادي، يعني ما فيه لاش لا بروتين لا والو. تقطع نورمالمون اللي راهم هنايا عندي كوافيرات متبعيني، تقطع اختي ملي كتجي تقطعي نورمالمون كتشدو بلي بانسو الشعر عاد كيتقطع، باش تقطعي لاكو. انا الشعر ما تقطعليش بديك الطريقه، انا الشعر تقطع لي بواحد الطريقه عاديه عشوائيه، تحط هكا شعري وبقى كيتقطع. مهم علينا، كل واحد يحاسب ربي على افعاله. مهم انا بغيت نقول لكم في هذا الفيديو هذا النتيجه ما عجبتنيش. الناس اللي سولوني قالوا لي واش ادونيا صبغتي شعرك؟ انا ما صبغتش الشعر اختي، ما بدلتش اللون ديال الشعر. هذا كان البروتين، فاش كديريه كيبدل لك اللون ديال الشعر ديالك. وحاجه اخرى البنات، البروتين انايا صيفطوني بالتبيه، انا كنعرف البروتين كيتخدم في نهارو وكيتغسل في النهار. وحاجه اخرى بغيت نزيد نقولها لكم، تخيلوا ان الشعر فاش كيتغسل من البروتين كيتغسل في النهار، وكما قلت لكم نورمالمون يتغسل في النهار. انا بالتبيه شفتو راسي، جلد ديال راسي عرفتو، دارت لي بالقشره هذه الاولى، وبحال مدبره هنايا. المهم كتوجعني هنايا اللور، وشنو غادي نقول لكم، كليت الدق. الشعر ملي كيتغسل بالبرودوي نورمالمون كيتغسل بالفيكساتور، انا ما شفتش كاع داك الفيكساتور، بالتالي تغسل لي شعري غير بالماء وتنشف. من رجعت للدار غسلت شعري، وليت عاود تغسلته بالشامبو، عرفتو لقيت داك البرودوي عاد باقي. هنا غادي نوريكم واحد الفيديو قصير هنايا، غادي تشوفوا شعري فاش كنت صيفط هذاك الميساج لشي ناس، عرفتوا شعري، غادي تشوفوا في داك الفيديو غادي يعطيكم الخبر. المهم غادي نخليكم مع الفيديو باش هانتوما كتشوفوا راني كنوري هنايا الزغبه كي بقات، حيت انا عارفه بزاف ديال البنات متبعيني، وبزاف ديال البنات كيعجبوهم البلايص اللي كنمشي لهم وكيمشيو لهم. مهم انا باش نحيد المسؤوليه عليا، انا جيت بفيديو كنقول لكم النتيجه ما عجبتنيش، يعني اللي بغات تمشي تحمل مسؤوليتها. يلا البنات غادي نخليكم تهلاو فراسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في واحد الفيديو جديد، استناوه راه جاي.